كابتن اسامه حسني طبعا نجم النادي الاهلي، تحياتي ليه ولكل النادي الاهلي طبعا، ومشرفنا ان هو بلدكم الثانيه يعني. ان شاء الله باذن الله النادي الاسماعيلي يقدر يخرج من الكبوه اللي هو فيها. الماتش اللي فات الحمد لله ربنا كرمنا بمكسب، قدرنا نطلع شويه، لكن الماتشات اللي جايه باذن الله بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا يكرمنا ونكسب الماتشات المتاجله المتبقيه لنا، 3 ماتشات متاجله، نتحسن بس في جدول الدوري، عشان ده مش قيمه النادي الاسماعيلي يعني، او مش ترتيب النادي الاسماعيلي في الجدول. كان في جيل ذهب للنادي الاسماعيلي، هو جيل البطولات، احنا جبنا دوري وكاس للنادي الاسماعيلي، وطبعا كان جيل ذهبي، والنادي الاسماعيلي ما بيقبلش الا اما بيبقى فيه الترتيب الكويس. انت عارف اهلي وزمالك واسماعيلي هم اللي في الكره المصريه يعني يعتبر، فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، والنادي الاسماعيلي يرجع لمكانته الطبيعيه باذن الله. نادي الاهلي نادي كبير بالروح، بالامانه ما بتكلمش كده عشانكم يعني، بالامانه بالروح النادي الاهلي بيقوموا معانا باحسن واجب يعني، بيشيلوا لنا فوق يعني بالعرب. فالنادي الاسماعيلي والنادي الاهلي اخوات وما فيش اي حاجه، حتى في الملعب ما فيش اي حاجه، بنرحب بيهم وهم بيرحبوا بينا، واتمنى الروح الرياضيه تسود على جميع الفرق ان شاء الله باذن الله. دلوقتي قطاعات الناشئين فيها لعيبه كويسه كتير، ولكن الضغوط بتاعه المباريات بتاعه الفرق الاولى والنتائج بتاثر دايما على الدفع بالناشئين. يعني بنشوف النادي الاسماعيلي، احنا عندنا في مواليد 2000 ومواليد 99 واخدين تاني جمهورية الموسم الماضي، والسنة دي فرقة 99 بتنافس، عندنا 12 لعيب ماضيين عقود، يعني عندنا مجموعة مميزة من اللاعبين. لو الظروف كويسة ونتائج الفريق الأول كويسة هتساعد ان انت تدفع باللعيبة دي، ولكن ظروف الفريق الأول والنتائج السلبية بتخلي في قلق شوية من الدفع بالناشئين. ولكن انا عاوز اقول لك ان قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي عامل نتائج كويسة والحمد لله، فرقة 99 تاني بعد النادي الاهلي، فرقة 97 النهاردة بتشوفهم عاملين ماتش جميل، ولكن هي بس مشكلة الملعب هي اللي بتأثر دايما على الاداء فرق اللي بتلعب هنا في اسماعيلية. النهاردة انا شايف في اكتر من لعيب مميز في النادي الاسماعيلي النهاردة، وماتش متكافئ بين النادي الاهلي اللي هو الاول والنادي الاسماعيلي، يطلعوا بنتيجة 0-0 الفرقتين حبايب، والناس شافت بقى اللي بيتكلموا على تعصب، وشايفة ان الحمد لله الاهلي بيجي هنا اكتر من 5-6 مرات، بنقابلهم مقابلة كويسة، مفيش اي حاجة الحمد لله، العلاقة بيننا وبين النادي الاهلي علاقة كويسة، واتمنى الفترة الجاية ان شاء الله تشهد لعيبة ناشئين من النادي الاسماعيلي يطلعوا الفريق الاول ان شاء الله. ماتش كويس بين الفرقتين، سيطرة، هم شوية واحنا شوية، هم شوية واحنا شوية. طبعا النادي الاهلي نادي فريق كبير، كان نفسنا نعوض الهزيمة بتاعت الماتش الاولاني اللي في الدور الاول، بس يلا ما حصلش نصيب، ان شاء الله نقدر نحسن من مركزنا في الدوري السنة دي بإذن الله، والماتشات الجاية كلها إن شاء الله تبقى فوز بإذن الله. اللي هو السنة دي برضو حوار الفرقة الكبيرة، في تخبط في النتائج فيها، الدنيا مش مظبوطة، ما فيش حد إنهم يساعد إن الناشئ دلوقتي يطلع ويحط رجله ويلعب، لا لسه طبعا في تخبيط كتير، حتى لو طلعت هتتظلم، فيش حد لسه، الفرقة لسه يعتبر اليومين الجايين في شوية أمور اتغيرت في النادي، ابتدت الدنيا تتحسن بإذن الله. يعني إحنا نتمنى ان احنا يدونا فرصه ونحط رجلينا، كذا لعيب وزي ما انت قلت كذا ناشئ في الناشئين، لا مستواهم كويس ويصلحوا للعب في النادي الاسماعيلي، فرقه كبيره، وان شاء الله ربنا ما يكرموش يعني، ما يبقاش ليه حظ في النادي الاسماعيلي، اكيد دي مش نهايه المطاف، اكيد في حاجه ثانيه.